طبعا منطقة الشاليهات مؤخرا يمكن صار في حديث كبير عن هذا صحيح. الشأن في الآونة الأخيرة. طبعا بشكل عام هي تتميز بخصوصية الترفيه للعوائل خصوصا في مثل هذه الأوقات، حيث أصبحت الفترة الأخيرة تشهد بعض السلوكيات السلبية لا سيما مع وجود شاليهات للعزاب يرتادها الشباب مسببين نوعا ما إزعاج لشاليهات العوائل. أكيد، ومن هذا المنطلق شنت بلدية الكويت بقيادة مدير فرع محافظة الأحمدي المهندس سعود الدبوس وبالتعاون مع فريق الضبطية القضائية لوزارة الكهرباء والماء إلى جانب مشاركة فريق الأمن العام من وزارة الداخلية حملة شهدت تحرير العديد من الإنذارات وقطع التيار الكهربائي لشاليهات العزاب. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. ضمن جهوده الميدانية المتواصلة لضبط ظاهرة انتشار سكن العزاب في شاليهات مدينة صباح الأحمد البحرية، شنت بلدية الكويت بقيادة مدير فرع محافظة الأحمدي المهندس سعود الدبوس وبالتعاون مع فريق الضبط القضائية لوزارة الكهرباء والماء إلى جانب فريق الأمن العام من وزارة الداخلية حملة شهدت تحرير العديد من الإنذارات وقطع للتيار الكهربائي لشاليهات للعزاب وسط شاليهات للعوائل خالفت ولم تستجيب للإنذارات التي وضعتها البلدية. المدينة هذه طبعا مأهولة في الشاليهات، أغلب الملاك طبعا قاموا يأجرون حق العزاب. دورنا بدأ في توجيه إنذارات، وجهنا لهم انذارات، بعد انتهاء مده الانذارات بدينا بكتب ارسال كتب قطع التيار حق وزاره الكهرباء وتم بذلك قطع التيار. احنا قبل تقريبا يومين قطعنا عن 40 بيت او 46 بيت تقريبا، واليوم في حملتنا قطعنا عن 6 بيوت وكملنا توجيه انذارات حق البيوت الثانيه. احب اوجه للمواطنين نفسهم اصحاب الشاليهات او اصحاب البيوت والمنازل يعني بعدم تسكين اي عازب داخل بيته، يعني لازم يكون في عندك شويه حس وطني اكثر، هذا المكان ما يسكن الا للعوائل. الحملة كرست تجاوب بلدية الكويت والفرق المعاونة للحد من الظواهر السلبية في مدينة صباح الأحمد البحرية. كشاليهات بالنسبة حق صباح البحرية من بداية الحملة إلى الآن أعتقد ما يقارب 200 شاليه تقريبا اللي انقطعوا عليهم إلى الآن، طبعا ضمن لجنة العزاب هذه اللي انقطعوا عليهم، ولكن كشكل برقم كامل عن العقارات اللي يعني على مستوى محافظات الكويت كلها نتكلم عن تقريبا 650 الى 660 عقار تم القطع عليهم من بدايه الحمله الى اللحظه اللي قاعد نتكلم فيها. اتخذنا اجراء اللي وجهنا له انذار ولم يستجب مع الانذار قطعنا على التيار، واللي استجاب لنا اخلى تركنا الموضوع واخذنا عليه تعهدات، واللي استقبلنا الشكاوي وجهنا له الانذارات. اليوم ننطر المهله لما تنتهي نشوف استجابه المالك او لا، وبذلك نتخذ اجراءاتنا. الموظفين المفتشين هم نفسهم يسوون جولات تفتيشيه في المناطق السكن الخاص والنموذجي، والطريقه الثانيه عن طريق الخط الساخن 139 لاستقبال الشكاوي عن طريق واتساب، وبذلك احنا نستقبل الشكاوي عن طريق طريقتين هذول. يذكر أن البلدية وبالتعاون مع فريق الضبطية القضائية لوزارة الكهرباء والماء لم تتهاون بتطبيق القانون بالإنذار أولا ومن ثم قطع للتيار الكهربائي لمن لا يستجيب من الشاليهات المخالفة والتي أصبحت تكتظ بالشباب ومصدر إزعاج لشاليهات العوائل. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.